بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب كلية العلوم قسم الأحياء، في مقرر الحليات الكورداتا بنتكلم في الجزء الأخير في صفات شعيبة الفقاريات، والجهاز اللي معانا الجهاز الإخراجي اللي هو الإكسكريتوري سيستم، جاي من الإكسكريشن اللي هو الإخراج. يتكون الجهاز الإخراجي من من كليتين، خلاص ما عادش فيه نفريدات، بقى ده هيبقى فيه نفرونات اللي بتكون الكلية. فعندك جهاز الإخراج عبارة عن كليتين كيدنز، تعملان على سحب المواد المسرفة في من الدم اللي هي الإخراجية الضارة، والتخلص منها بدفعها إلى خارج الجسم على هيئة بول. ومعظم الفقريات تمر البول عن طريق قنوات خاصة إلى المثانة البولية التي تعمل على اختزاله حتى يتم التخلص منه إذا وصل لحوالي 300 ملي على فترات بدفع الى الخارج. يبقى انا عندي كلى يخرج منها حالب، والحالب يصب البول في المثانة، المثانة بعد كده تجمعه وبعدين تخرجه عن طريق اليوريثرا اللي هو مجرى البول. يبقى كدني، حالب اللي هو يوريثر، يورينري بلادر، واليوريثرا اللي هو مجرى البول اللي بيدفع يصب البول الى خارج الجسم. ده الجهاز الإخراجي. الجهاز بعد كده برضه في الفقريات ريبرودكتيف سيستم أو جينيتال سيستم، جهاز التكاثر، الجهاز التناسلي. الجنسان منفصلان عادة طبعا، ويكون الحيوان زوج من المناسل، زوج من المناسل يعني إما تكون خصيتين أو مبيضين. يتم فيها إخراج إنتاج الخلايا التناسلية، طبعا الخصيتين يطلعوا حيوانات من أول سبيرمس، والتستس في التستس يعني، والأوفري اللي هو المبيض بيطلع الأوفا البويضات. الجهاز بعد كده الجهاز العصبي نيرفس سيستم، طبعا ده ملخص مختصر عن الصفات، وبعد كده نبدأ كل حيوان نتناوله بالوصف والتفصيل. الفقريات جهاز عصبي مركزي يتكون من المخ، المخ اللي كان موجود فين؟ في صندوق المخ اللي كان موجود في الجهاز الهيكلي اللي هو السكال كرينيوم، والحبل الشوكي اللي هو السباينال كورد اللي كان موجود فين؟ اللي كان موجود في الفيرتبرال كولن. وتميز المخ عادة إلى مناطق خاصة تقوم بأنشطة وظيفية مختلفة. يبقى الجهاز العصبي الطرفي، يبقى ده الجهاز العصبي المركزي، يبقى ده جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي، زي ما كان في جهاز هيكلي محوري وفي جهاز هيكلي طرفي. نفس الكلام اللي يمشي في الجهاز العصبي المركزي اللي هو في محور الجسم او في مركز الجسم في المخ والحبل الشوكي، يطلع منه مجموعه من الاعصاب زي ما قلنا قبل كده تديك الجهاز العصبي الطرفي اللي هو البريفرال نيرفس سيستم. يتكون من 10 او 12 زوج من الاعصاب المخيه. قلنا 10 فين؟ في الزواحف، في البرميات والاسماك اللي هو في اللارهليات يعني. وقلنا 12 فين قبل كده؟ قلنا في الرهليات اللي هم الزواحف والطيور والثدييات، 12 زوج من الاعصاب المخيه خارجه من المخ يسموها كرانيال نيرفس لان خارجه من الكرانيوم، تنشا من المخ وتتصل باعضاء الحزب. وبعد كده يبقى في عندك اعصاب شوكيه، يبقى انا عندي اعصاب مخيه واعصاب شوكيه سباينال نيرفس اللي هي مرتبطة، المزدوجة أعصاب شوكية مرتبطة، والتي تنشأ من الحبل الزرع 31 زوج. والأعصاب الشوكية نوعان، ظهرية حسية وبطن حركية، يعني اللي هي اللي بتطلع من الحيز بتبقى حسية، واللي بتطلع من الناحية البطنية للحبل الشوكي بتبقى أعصاب حركية. يوجد جهاز عصبي ذاتي هو autonomic nervous system اللي قلنا عليه حسن التكوين، هو قسمين سمبتاوي وجار سمبتاوي، يتحكمان في الوظائف اللا إرادية للحيوان الفقار. زي ما قلنا الاثنين انتاجونيستيك، لكن عشان يوصلوا في الآخر يبقوا كومبرومايز، يعني متضادين في الأداء نفسه، لكن الوظيفة في الآخر بيحافظ على إن يحصل فيه توافق في الوظيفة بتاعت أي أورجان موجود في جسمك، زي القلب مثلا، واحد يرفع ضربات القلب التاني يقلل ضربات القلب، عشان توصل ضربات القلب دي يبقوا 70 نبضة في الدقيقة، يبقى أنتاجونيستيك لكنهم في الآخر والمحصلة يبقوا كومبرومايز. كما توجد في الفقريات أعضاء حس اللي هو السنسور أورجانز،
أعضاء الحس اللي هما إيه، 5 أعضاء حس اللي هما في بالخمس حواس الحس اللي عندك. جائلة التكوين تشمل على أعضاء الشم والسمع والإبصار واللمس والتذوق. وبكده آخر حاجة خالص اللي هي الغدد الصماء في الأجهزة المختلفة اللي إحنا اتكلمنا عليها في الفقريات، الإندوكراين جلاند. الحيوانات الفقارية جهاز من الغدد الصماء أو الغدد الصم. يتكون هذه الغدد الصم تبقى من عدد من الغدد اللاقنوية. طالما إن هي غدة ليس لها قناة، يعني مثلا دي غدة كده ولا كده طلع منها قناة، يبقى دي غدة قنوية. طيب لا قناة، افرازها بيطلع جنبها على طول لأن القناة قصيرة صغيرة. لكن الغدد اللي هي ليست لها قناة، جزء كده صغير كده يطلع منها الافراز بتاعها على الايه، يطلع منها الافراز بتاعها على البلد، وبالتالي تاثيرها او افرازها مش هيبقى قريب منها، تاثيرها هيبقى بعيد جدا عنها، لانه الهرمونات اللي بتطلع منها بتطلع في الدم، دي طبعا تفرز هرمونات ودي تفرز ايه، انزيمات او سوائل مختلفه ومخاط، يبقى ده على طول ايه، غدد ايه، لا قنويه. لكن الغدد غدد قنويه، لكن الغدد لا قنويه لغدد الصم زي مثلا سيدة الغدد اللي هي بيسموها البيتيتر جلاند اللي هي ايه، الغدة النخامية والغدة الدرقية والغدة الكظرية، تفرز هرمونات بتدور في الدم وتتحكم في كل الوظائف الحيوية الموجودة في الجسم. وتملك هذه الغدد افرازات خاصة تعرف بايه، بالهرمونات. يبقى لا قنوية هرمونات تصبها في تيار الدم مباشرة وتقوم بتنظيم أنشطة الأيض العام المختلفة في الجسم وما إلى ذلك، التحكم من وظائف أخرى في الجسم. اخر حاجه هنتكلم عليها في الصفات العامه للفقريات هو تصنيف الايه، الفقريات. احنا قلنا ان شعيب دي بتشمل ايه، تشمل 6 طوائف مهمه. اول حاجه تصنيف شعيب الفقريات طبعا لغياب او وجود الفكين العلوي والسفلي الى قسمين، هما قلنا ايه، هيبقى فوق طائفه، اول فوق طائفه اللي بيسموها السوبر كلاس، سوبر كلاس اللافكيات. يبقى انا عندي سوبر كلاس اجناثا، وهي تضم طائفه واحده فقط اللي هي كلاس واحد بس، تعرف بطائفه ايه، دائريات الفم اللي هو الكلاس سايكلو دائره استوماتا، دائريات الفم. يبقى انا عندي شعيب الفقريات بتتقسم لي 2 سوبر كلاس، فوق طائفتين، فوق الطائفه الاولى اللافكيات قلنا فيها اسنان من غير فك، تشمل حاجه واحده اللي هي مين، اللي هو الايه، الجزء اللي هو موجود ده اللي هو دائرات الفم زي الايه، اللامبري او الجلجي. اللي فوق الطائفه الثانيه اللي هي الفكيات، وطبعا هتبقى سوبر كلاس الجناسوستوماتا اللي هي الفكيات، خلاص بقى فيها فك يحمل الاسنان، ودي تضم 6 طوائف رئيسيه مختلفه باقي الحيوانات. يعني اول طائفه، الطائفه الاسماك الغضروفيه اللي هي الكوندريكسز. بعد كده الطائفة الثانية اللي هي طائفة الأسماك العظمية، الهيكل بتاعها بدل ما كان غضروف تحول وتعظم وبقى اسمه أوستيكتز، أسماك عظمية. بعد كده البرمائيات اللي هي الأمفيبيا اللي هي البر، بتعيش على البر واليابسة، والاثنين دول بيسموهم إيه؟ اللارهليات. دول اللارهليات لأن دول أسماك، سواء كانت أسماك غضروفية أو عظمية، مع البرمائيات بيسموها اللارهليات او مجموعه الايه اللي هي بدون غشاء حول الجنين. بعد كده الطائفه اللي بعد كده طائفه الزواحف الريبتيليا او الريبتايلز، والطائفه اللي بعد كده الطيور البيردس او الايبس، والطائفه الاخيره اللي هي الثدييات الماملز او الماميليا، والثلاثه الاخرانيين دول اسمهم رهليات اللي هم حول اللي هم غشاء حول الجنين. بعض نظم التصنيف تجمع بين طائف البرميات والزواحف والطيور والثدييات في جماعه كبيره بيسموها رباعيات الايه، الاقدام، صح. البرمائيات والطيور والزواحف والطيور والثدييات، الاربعه دول ايه، مش لهم اقدام، يبقى بيسموهم ايه، لهم 4 اطراف، يبقى بيسموهم رباعيات الاقدام. التترا 4، بودا قدم، بوديوم قدم، بودا اقدام، تترا بودا. اذ ان لافراد هذه الطوائف الاربعه 4 اطراف، وتنقسم رباعيات الاقدام بدورها الى ايه، على حسب بقى وجود او غياب غشاء الايه، الرهل والامنيون. الامنيون لو كان موجود تبقى امنيوتا، يعني رهليات. طب لو هو مش موجود،
وده طبعا اول اغشيه من الاغشيه الجانبيه، يبقى يسموها ان امنيوتا او اللارهليات. يبقى اول حاجه رباعيه الاقدام هنقسمها لايه؟ لارهليات ان امنيوتا، والرهليات اللي هي الامنيوتا على حسب وجود او غياب الامنيون. اللي ما عندوش يبقى ان امنيوتا، واللي عنده يبقى امنيوتا، ودي طبعا تضم إيه اللي هي البرميات فقط بالنسبه لو انت بتتكلم على رباعيه الاقدام. لكن اللي هتضم لها مين كمان؟ هتضم لها طبعا ايه؟ الفيش اللي هي الاسماك. يبقى الاسماك والبرميات دول امنيوتا، والزواحف والطيور والثدييات دول رهليات او امنيوتا. ده اخر حاجه، ده شكلي واضح لك. بس ده السوبر كلاس ايه؟ جناسه. وده الجناس استوماتا، هيبقى في الدائرات الفم اللي هو الجالكي اللي هو البيترومايزون الفيلوفيتاليس، انا كده عليه بالتفصيل. بعد كده هيبقى ذوات الفكوك اللي هو الجناس استوماتا، يبقى فيها البيسز وهيبقى فيها ايه؟ رباعيات الاقدام. قلنا رباعيات الاقدام هيبقى فيها ايه؟ الانفيبيا، وهيبقى فيها الرهليات. الانفيبيا والبرميات الاثنين دول مع بعض هتقول عليهم ايه؟ تقول عليهم اللا رهليات، ودول الرهليات. الرهليات بقى يبقى في عندك الزواحف، يبقى عندك الطيور وعندك الثدييات. الزواحف مثلا زي الريبتيليا الليزرد السحليه، والايبز زي البيكون اللي هو الحمامه المنزليه، والمامل زي الرابيتس اللي هو، وطبعا هنا البرميات زي الفروج او التوديا يعني. بالنسبه بقى للاسماك اللي هو البيسز، يبقى احنا قسمنا الوقت ايه؟ ذوات الفكوك لحاجتين، اما تكون اسماك او تكون رباعيات الاقدام. طب الاسماك اما تكون لحميات الايه؟ الزعانف اللي بيسموها الكروس بترجاي، او بيسموها الكروس بترجاي اللي هي اللحميه يعني، زي اللاتيميرا، او الاسماك اللي هي الاوستيوكس زي ما قلنا اللي هي اسماك عظميه زي التليبيان ريتيكا سمكه البلطي، او اسماك الكوندريكسز اسماك غضروفيه زي الدوك فيش سيلورينا سكانيكولا اللي نتكلم عليه بالتفصيل، او البلاك ديرمي اللي هي القرش ايه الشوكي بيسموه السباين سباين شارك. طيب ده بالنسبه للاسماك. قلنا رباعيات الاقدام هتبقى ايه؟ اما تكون برمائيات اللي هي الفروجز تعيش في الميه لسه قريبه من الاسماك اهو، وبتعيش في على الارض اللي هي رباعيات الايه؟ الاقدام. ففيها تتقسم تبقى ايه؟ الانفيبيا والايه؟ الرهليات. وضموا الرهليات ليه؟ لان قلنا ده دول هيبقوا كل الكائنات اللي بعد كده يبقى فيها غشاء الايه؟ الامنيون، لكن دي لا يوجد بها غشاء الامنيون او الرهل. وزي ما قلنا دول زواحف وطيور وثدييات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.